طفل عمره 5 سنين بيبكي وبزعل لما بسمع أمه بتصيح. أمه بدل ما تنتبه لصراخها بتقوله أنت زلمي مش لازم تبكي، روح اقعد في القرني لحتى توقف تبكي، وبعدين بتتفر عليه وبتعاقبه كل الوقت وبدها إياه يكون زلمي. كيف أخليه يكون زلمي ما يبكيش؟ أنت مش منتبهة إنه سلوكك هو اللي لازم يتغير؟ أنت قاعدة بتخوفي ابن 5 سنين من صوتك العالي، وبدل ما إنك تراقبي سلوكك بدك إنك تخلي ابنك يتغير. ويتغير ليه؟ لأنه خايف. ويتغير شو؟ ما يبكيش. لما يخاف ما يبكيش. الخوف طبيعي، لما بيكون بصدر الخوف من إشي بنقز بجفل، صوتك العالي جفله. ولما الإنسان بخاف يا بصير يرج يا بهرب يا ببكي. كيف بدك يخاف وما يضل زلمي؟ كيف يعني؟ فبدي أترجاكي، أول إشي ابتدي دربي حالك على انك توطي صوتك لما بدك تحكي معه. وحتى لما بتعلي صوتك بالغلط، وبتصير، انا مش مع انك تكوني آلي. نفرض صوتك كان عالي في مرحلة من مراحل لانك انت بظرف اللي اضطريت تعلي صوتك، لازم تعتذري منه ولازم تعبتيه وتغمريه وتقولي له ماما انا غلطت، لازم أنا نبهني لما بيكون صوتي عالي، أعطيني إشارة لما بيكون صوتي عالي، خليه يتعاون معك بدل ما إنك تعملي بيناتكو فريقين، فريق بصدر أحكام وبصرخ وبعاقب وبقعد بالزاوية، وفريق تاني بخاف ومش قادر يعرف شو بده يعمل مع حاله. وهيك أنت تتطوري بأنك بتزيدي، وهو بتطور بزيد كمان بأنه ما يكونش سوي وسعيد. إحنا بدنا أولادنا، إحنا هدفنا في الحياة، بسأل عادة إيش أكتر إشي بتتمنوه لأولادكو؟ يكون سوي، إنسان سوي النفس وسعيد. لما بيكون سوي النفس وسعيد بيكون في كل محل بيعمل جو جميل وبخلي الحياة تكون طبيعية. فأنت بدك تراقبي سلوكك، بدك تتحدي صراخك، وكل الوقت تقولي له ماما أنا صراخي أنا كمان بخاف منه، نبهني، أعطيني إشارة، أعطيني إشارة بإيدك بأي إشي، حتى لو وشوشتني أنا رح أصير أنتبه ورح أصير أتعامل معك بصوت واطي. وبدي أكون أنا أم حلوة، أم بتحبها، أم مبسوط معها، مش أم قاعدة بتعذبك، قاعدة بتقاصصك، قاعدة بتخوفك، وقاعدة بتجبرك على سلوك لما أنت بتخاف. هذا بصيرش. أنا غلطت ماما، متأسفة، تعال أغمر. مش غلط نتأسف، مش غلط نتعاون مع أولادنا عشان إحنا نتغير، مش غلط. هذا أسلوب كتير حلو، بخلي طفلك يكون واعي، عنده وعي عاطفي ذاتي، وانت بتكوني عندك وعي عاطفي ذاتي. اما مش نستمر بسلوكنا غير المستحب ونلوم الاخر، الاخر خايف. بعدين حتى انه يعمل تنفيس عن ما مر عليه من تراكم خوف، سجليه بنادي حتى يعمل انشطة حركية بحبها، خديه على ملعب، على بستان، على حديقة ألعاب، خليه يعمل أنشطة حركية، وكل ما حكيتي له قصة امدحيه وتفوقي فيه على البطل، حتى يوم ورا يوم بعد 3 أسابيع يعود يسترخي ويكون ولد رايق مبسوط مع أم مراقبة سلوكها وعارفة كيف تتصرف وعارفة كيف تتعامل معي. أنا بحبها لأنها هي دايما بتحبني، معطيتني أمان وإطمئنان لأنه أنا بحاجة للأمان والإطمئنان، وهي أم نموذج مثل أعلى لإلي، بتعرف كيف تتعامل وكيف تعالج المشاكل.